بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما لربنا ورب الخلق كلهم. الآن مضى 5 شهور وستمضي شهور أخرى على الثورة الإيرانية، لكن وهي ثورة لإنهاء هذا الحكم المتخلف في إيران. 43 سنة أو 42 سنة حكموا إيران بالحديد والنار والثقافة السيئة والتدخل بشؤون الجيران وإيذاء العالم كله، وليس بس الشعب الإيراني المجيد والعظيم الذي سبق أن أسقط الشافي. ولو أن هذا الحكم حكم الملالي حكما يختلف عن حكم الشاهد، إنه يمارس القسوة ويمارس الاضطهاد ويمارس الشمق ويمارس محاكمة الناس على الشك. 5 شهور مضت وعلى الرغم من القسوة التي حاولوا إيقاف الشعب الإيراني وإيقاف ثورته، لكنهم فشلوا في هذا التوجه. احنا كنا نتابع والعالم يتابع هذه المحاكمات المزعجة والتي ستؤكد للعالم أن هذا النظام نظام دكتاتوري قاتل ومؤذي لشعبه ومؤذي لجيرانه ومؤذي للعالم. مطلوب من العالم العربي وجيران إيران أن يساعدوا هذا الشعب العظيم في ثورته وأن يقفوا معه. كنا بداية الثورة في خوف من أن المواجهة التي سيواجهون فيها مواجهة النظام لهذه الثورة قد تفشل، لكن أثبت هذا الشعب العظيم أنه ما عاد يخاف من المحاكم الثورية وما عاد يخاف أيضا من الشمق ولا الإيذاء البدني ولا السجون ولا أي شيء آخر ممكن أن يصده عن إنهاء عن تراجع هذه الثورة. الشيء الملفت أيضا أنه لأول مرة نسمع صوت الشعب الإيراني وهو يطالب بإسقاط الدكتاتور، إسقاط القتلة، إسقاط العمائم المزيفة. نحن هنا نتابع هذه الثورة المجيدة، وكنت أتمنى أن أكون معكم في بلجيكا في مع المقاومة، لكن ظروفي أني في مهمة خارج بلدي الكويت. ولكم التوفيق والنجاح في إلهاء هذا الشعب لإنهاء هذا النظام المتخلف.